مثلا هتكتشف ان الامريكان مش منزعجين، لكن بيقولوا لا مش وقته. الفرنساويين مش منزعجين بس بيقولوا لا مش وقته. بس هم بيقولوا المواقف دي بيحتضنوا في الولايات المتحدة بالهامش اللي مسموح بيه من حرية الرأي والتعبير كل المؤتمرات الداعية لكل الأكراد لضرورة الاستفتاء على استقلال الإقليم. بس المفاجأة شوفوها انتوا، لأن أعتقد إنها هتكون مفاجأة حاسمة. اليوم مع فخامة الرئيس القائد الرفيق مصطفى البرزاني، مسعود البرزاني. نحن الشعب اليهودي والشعب الكردي تربطنا به علاقات تاريخية. نحن مش بس أولاد عم، نحن أخوة. الشعب الكردي والشعب الإسرائيلي أخوة، واليهود في جميع أنحاء العالم، في أوروبا، في سويسرا، في أمريكا سيدعمونكم. اللوبي الصهيوني في أمريكا سيدعمكم. لقد قال رئيس الحكومة شكرا. لقد قال رئيس الحكومة منذ بضعة أيام لثلاثين كونغرس، 30 نائب أمريكي، نحن نريد دولة كردستان، نحن ندعم استقلال كردستان، سوف تكون دولة مسالمة، دولة غربية، دولة علمانية. وأنا أقول لكم إيدي كوي من تل أبيب، اطلعوا على الاستفتاء، صوتوا لصالح استقلال دولة كردستان، لا تسمعوا للعرب. طيب لا تسمعوا للعرب، خلونا بس قليلا. لو انتبهتوا هذا الرجل الإسرائيلي وهو يتحدث قال مصطفى وبعدين مسعود، لأن الحكاية تبدأ من عند الأب، من عند مصطفى برزان. علشان كده خلوني أقول لكم أن الحكاية قديمة شوية، لأن الحقيقة من وقت بن غوريون كانت النظرية بتقول أنه ضرورة إقامة تحالفات لكل الأقليات في المنطقة وخاصة دول الطوق الثالث.